السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة نجاحنا هي قصة عائلة عشقت الجامعة الإسلامية وجعلتها جزءاً من تاريخها. أبدأ بأبي المربي الفاضل رياض شعبان، والذي شاركته أمي أمال نفس الأحلام، فلقد تعاهدا على تعليم أبنائهما في الجامعة الإسلامية. وبالفعل كلنا في الأسرة قد تخرجنا ودرسنا في هذه الجامعة العريقة، الجامعة الإسلامية. أما عن باكورة هذه القصة، هو أخي الشاعر المهندس أنس شعبان، والذي تخرج من كلية الهندسة قسم الاتصالات والتحكم. تلته أختي إيناس لتنهل من ينابيع اللغة العربية وتزداد شرفاً بشرف لغة أهل القرآن، فلقد تخرجت إيناس من الجامعة الإسلامية بتقدير عام امتياز. الله يهنيها أمك يا الناجح، الله يهنيها. من دعاويها والله ونجحت من دعاويها. وتزداد القصة جمالاً بأخي أحمد الذي تخرج من كلية الآداب قسم الصحافة والإعلام. وتزداد القصة رونقاً بأخي فتحي الذي تخرج من كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية. وأما أخي الذي لا يعرف للطموح حدود، هو أخي أمير الذي تخرج من كلية المتميزة كلية التربية ومن قسم المبدع قسم اللغة العربية. أمير الذي أفتقده جداً في هذه المناسبة، فلقد سافر حاملاً شهادته بحثاً عن العمل. ينوب عنه أخي محمد الذي تخرج من كلية الإدارة بتقدير عام امتياز. ولم تقف القصة بعد، فلقد تخرجت أختي إيمان من كلية التمريض قبل عام من الآن. الآن نحن 8. لم تقف القصة بعد، واليوم ها أنا فاطمة في الفوج 41 من أفواج الأصالة والتميز. أتخرج من كلية التربية قسم اللغة العربية بتقدير عام امتياز وبمعدل 92%. العز والجاه لنا والفرح يلباق لنا، واحنا نجحنا وتخرجنا يوم نجحنا غنينا. فزغيتي يا أمي واسجد يا أبي شكرا، جامعتي حبيبتي صباحا ومساء ونحن نتعلم، وبعدما تخرجنا لبيك جامعتي. شكرا، أعطيكم العافية.